رمى الركوب من ثانية. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ.
إن ربك ماذا نقول سيدنا آدم إخفاء الحقيقي إنما أنت منذر قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله نفس الشيء. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله مهلك أهله. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول هذا إخفاء الغنى تتبع ما بعدها إن استطعتم بارك الله.